ملتقى بناء مصر 2021 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطرح الملتقى رؤية جديدة لمخططات التنمية العمرانية المستدامة بالدول العربية والإفريقية، ويبحث نقل التجربة المصرية الرائدة في مجال البنية التحتية للقارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، ويستعرض الفرص الاستثمارية في مشروعات التعمير والمرافق ومدن الجيل الرابع وسط حضور حكومي كبير ومشاركة كبار رجال الأعمال والمستثمرين وقيادات كبرى شركات البناء والتشييد والتطوير العقاري ورؤساء اتحادات المقاولات الإفريقية والعربية. ملتقى بنات مصر 2021 الأربعاء 15 سبتمبر